لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. أهلا بكم أستاذ نظير. حياكم الله. وصفت The Economist تظاهرات جنوب العراق بالربيع الشيعي، ما مدى صحة هذه التسمية؟ يعني حقيقة كل مواصفات الربيع العربي الذي انتفض قبل سنوات هي تتوافق مع انتفاضة شعبنا العراقي في وسط وجنوب العراق. فصحيح أن هذه التظاهرات في بدايتها خرجت بمطالب خدمية، لكن سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية بإقالة المسؤولين على المحافظات و المحافظين، وكذلك رفع شعارات كانت وقبل فترة بسيطة تعتبر من المحرمات، مثل يعني رفض حكم الأحزاب الموالية إلى إيران، وكذلك مهاجمة مقرات الأحزاب الموالية لإيران ومقرات الميليشيات. هذا دليل على أن هذه التظاهرات قد ارتفع سقف مطالبها من يعني مطالب خدمية إلى مطالب سياسية، بدليل أنهم لا يريدون حكم هذه المنظومة السياسية الحالية الموجودة. وهذا كل شروط الثورة وكل شروط الانتفاضة تنطبق على هذا الحراك الموجود الآن في وسط وجنوب العراق. نعم. يعني ما أتوقع أن يعني ربما هذه المطالب سوف ترتفع إلى درجة أعلى، وستلتحق ربما شرائح اجتماعية أخرى تزيدها من زخمها وتزيدها من قوتها. والآن ما نراه ردود الأفعال الحكومية وردود أفعال الأحزاب، سنتحدث عن ذلك، سنتحدث عن الجانب السياسي في الداخل، لكن نبقى في تقرير The Economist الذي قال إن الفساد وسوء الإدارة جعل من محافظات الجنوب أفقر مناطق العراق. ما الذي ساهم برأيكم في تأخر هذا الحراك الشعبي لرفع هذه المطالب الاجتماعية؟ طبعا الأحزاب الحاكمة اجتهدت في جعل هذا المكون العربي الأصيل أن يبقى في دائرة الهدوء والموالاة لهذه الأحزاب بحجج كثيرة، واحدة منها بتخويفهم من المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، إضافة إلى أن التعامل معهم بلغة طائفية بأن السنة سوف ينتقمون منكم وهكذا. وهذا جعل العقل الجمعي لهذا المكون يعني ينتخب هؤلاء بالرغم من عدم قناعته بهم، ينتخبهم مرة تلو الأخرى. ولكن بعد مرور أكثر من 15 سنة انفضحت الأمور، ويعني تبين لهذا المكون يعني كذب، والكذب الذي تحاول الأحزاب أن تطليه على هذا المكون. لذلك وصلوا مرحلة من اليأس ومرحلة من انعدام الأفق بأن قرروا أن تلك الأحزاب يجب أن لا تحكم هذا الوطن. نعود لتصريحات العبادي اليوم في مؤتمره الأسبوعي وحديثه عن قرارات ربما المقصود منها أريد طمأنت المتظاهرين، يعني ما مدى مصداقية هذه التصريحات التي سمعناها اليوم؟ يعني دأب يعني حيدر العبادي على ترديد نفس النغمة طيلة ال4 سنوات التي انقضت من حكمه، يعني أنه يجعل من نفسه متصدي للفساد والمفسدين، وبالرغم أنه لم يخطو خطوة واحدة في محاربة الفساد أو المفسدين، ودائما ما يتكرر على لسانه هناك البعض وهناك البعض، ولم يسمي أي فاسد، وهو يقول في تصريحاته الأخيرة أني سأسمي هؤلاء الفاسدين. يعني ما الذي يمكن أن يفعله العبادي وعمر حكومته ربما لا يتجاوز الأيام ما تبقى عليها؟ هل يستطيع خلال هذه الفترة القصيرة أن يفعل شيء لم يستطع أن يفعل طيلة 4 سنوات؟ هذا الحديث ربما يقودنا لتصريحات أخرى من تحالف الفتح حول أنه لا خيار أمام القوى السياسية إلا الاجتماع وإلا سيغرق جميعا. كيف تقرأ مثل هذه التصريحات، وهل لها أي علاقة بالحكومة المقبلة وأيضا بما يجري من تظاهرات؟ حقيقة هذه التصريحات تدلل على أن هذه الأحزاب تجعل نفسها بمواجهة الشعب وتجعل من الشعب خصما لها،
لذلك هي تريد أن تواجه الشعب وتواجه طموحاته وتواجه مطالبه بجبهة موحدة من هذه الأحزاب والميليشيات، وهو يدلل أيضا على أن الرسالة، رسالة الشعب المنتفض، قد وصلت إلى هؤلاء السياسيين بأنهم مرفوضون جميعا من قبل الأحزاب، بدليل بعد مرور مضي أكثر من شهر على هذه التظاهرات لم يستطيع أحد أن يبرهن بأن هذه الانتفاضة محسوبة على تيار سياسي معين أو دولة خارجية معينة، إنما هي انتفاضة يعني شعبية أصيلة نابعة من يعني معاناة الشعب العراقي. لذلك هم يجدون نفسهم بأنهم يجب أن يجتمعوا للمحاولة وللتصدي لهذه الانتفاضة، ولكن أعتقد هذه التصريحات ربما ستدخل هذه الأحزاب في طريق. أشكرك، شكرا جزيلا لك نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.